اليوم نحن نتحدث عن مشروع إصلاحي للمنظومة الصحية، وهو يقوم على 4 دعامات. نريد أن نخوض في التفاصيل، ولنبدأ بالدعامة الأولى المتعلقة بالحكامة. كيف سيتسنى ذلك؟ أولا وقبل كل شيء، كما جاء في التدخل ديالكم، ف باش يمكن لنا ننجحوا الورش الملكي ديال الحماية الاجتماعية، فكان ولا بد صاحب الجلالة ماشي في عدة توصيات ديالو، أعطى التعليمات باش تكون واحد الهيكلة، وقلتي الكلمة الصائبة وهي الهيكلة، وهذا القانون الإطار تيجي باش تكون هاد الهيكلة، باش تكون هاد الهيكلة. ف كاين إحداث ديال الهيئة العليا للصحة، كذلك الوكالة ديال الأدوية، الوكالة ديال الدم والمشتقات ديال الدم، وكذلك غادي تكون واحد الإدارة جهوية. لحقاش بغينا كنا نمشيو لهذه الجهوية المتقدمة وما تبقاش التمركز. واللي مهم ايضا انه هذا القانون غادي يهتم بالموارد البشريه اللي هي الاساس، وكما جاء في القانون هناك وظيفه الصحه، هذا غادي يجعل باش تكون عندنا القطاع العام يكون اكثر جاذبيه، باش ما يبقاوش يمشيوا الاطباء المغاربة المهجر، وباش حتى الأطباء الأجانب يمكن لهم يرجعوا لخدمة الوطن ديالهم ولخدمة المواطنين. إذا من بعد إلى بغيتي يمكن ندخلوا في التفاصيل نقطة بنقطة.